اتفضل. الموضوع ده في منتهى الخطورة عند التصرف الشخصي العامل في الميدان، مبني على حديث الإثم وما حكى في الصدر. خلاص، كل ده فينا كلنا، بس هو بيحط الحديث وبعدين نستحدث الكلام. خلاص، طيب، طب نبدأ من الأول بقى خالص. طب الحمد لله، نبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دي محاضرة أنا قلتها في غزة عنتاب في شهر مايو، لسه ليكتشر I delivered in غزة عنتاب in May، يعني 3 months ago or 2 months ago. كنت مدعو لجمعية سورية اسمها ايه اللي فيها محمد الجندري والاخ اللي اسمه اخوان طارق اخوان بالعربي المنظمة الدولية للتطوير المناظر الدولية للمساعدة، وانا قاعد على الطاولة while I was sitting on the table waiting for the my time to speak I wrote all these points. كتبت كل الكلام ده لنقاط. احنا عارفين الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاثم اللي هو الذنب او اللي هو اثم، يعني هو ما حكى في الصدر وخفت ان يطلع عليه الناس او خفت ان يطلع عليه الناس، يعني شيء اثم which is sin is something in my heart that I'm thinking about it but I'm scared that people will see me doing it. Okay, what's the relationship with this and what we do in the field؟ ما هي العلاقة بين الإثم وما نفعله؟ نحن نعمل مع أضعف المكونات البشرية في العالم. We work with the most weakest and vulnerable human being. نعمل مع مين؟ مع أضعف البشر with the weakest and most vulnerable individuals. لذلك احنا لابد نعرف مع من نعمل. That's why we need to know with whom we work and for whom we work. أضعف البشر. أول اسم هو عدم الإيمان بأن العمل الإنساني الخيري هو رسالة وجزء من الامتداد لرسالة الأنبياء. First sin that we do not believe that our work is a message and this message is the continuity of the message of all the prophets. لو ما آمناش بده كده واعتبرناه وظيفة نحن آثمون. If we don't believe in that and we consider it as a job we are sinners. This is my own opinion. ده رأي الشخص وده الفقه المجتمعي وليس الفقه الشرعي. And these are social jurisprudences not the theological jurisprudence. I'm not going to touch the theological اللي هو الفقه الشرعي لأن أنا مش متخصص فيه. الإثم هو احتكار المعلومة. الإثم هو احتكار المعلومة
التي لدينا وعدم مشاركتها مع الآخرين، وعدم معرفة أن هذه المعلومة هي ملك للمجتمع وليست حكرا على أحد. Sin is to monopolize or monopoly the knowledge, the data, and not sharing it with others. Not sharing it with others. And not believing that this knowledge belongs to the society, to the community, to the people. ده الاسم الثاني. الاسم الثالث هو عدم تأهيل الكوادر. عدم تأهيل الكوادر is إثم. إثم. ما تاخدش واحد أو واحدة وتشغلها 20 30 سنة وما أهلتهاش، والآخر بعد 20 سنة تقولها مع السلامة، أنت مش نافعة. أنت الآثم مش هي. Don't take somebody and leave them without being trained and developed for 20 30 years and after that you tell them get lost out. You're not suitable. أنا لم أدربهم ولم أؤهلهم فأنا الآثم. أنا الآثم. رئيس المؤسسة هو الآثم. The chairman and the CEO are the sinners because they have not developed or trained those young people. نمرة 4، الإثم هو عدم بناء قيادات شبابية. عدم بناء قيادات شبابية هو الإثم بعينه. هو الإثم بعينه. هو الإثم بعينه. عليك وعلينا أن نبني ونحن في مراكزنا وفي السلطة هذه القيادات الشبابية. Sin is not to develop and bring and train young generation to make them leaders. Because I am the one who have the authority and the responsibility. If I don't do that, I am a sinner. مش هنتكلم بعد كده. ده موضوع مخمخة مخمخة مخية مع الفول والطعمية وحبة الملوخية. تاكل ملوخية؟ طشة. نمرة 5، الإثم هو عدم بناء المجتمعات التي نعمل بها، والإثم أن نتحول إلى مقاولون. في غلط هنا في مقاولون، همنا الحصول على المال وعدم بناء المجتمع المستقل. واضحة دي؟ ما بنهتمش ببناء المجتمع، بنهتم بنحصل على المال فنصبح مقاولين، ودي واضحة جدا 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 في القضية السورية. بعد 12 سنة شعروا أنهم مقاولين من الباطن. بيجروا على الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية عشان ياخدوا فلوس يصرفوها، في الآخر لقوا نفسهم ما عندهمش حاجة. لا هم عملوا بس عشان بس بالراحة بالراحة بس. بردك لما تذبح اذبح برفق. يعني سمي شرب الحمار، نذبح مش حمار، شرب الخروف مية. ها؟ يبقى الإثم اللي هو إيه؟ إحنا قلنا إيه؟ عدم بناء المجتمع. ونتحول لمقاولين فقط. Is not the sin is not to focus in building the local community and only focus in taking money from donors and become contractors. والله ما أطلبوا متبرعون. في القضية السورية in the Syrian issue you know what happened 2016 في 2016 قال المانحين العرب مش عايزين سلة غذائية. قال لك سلة غذائية بلاش. We don't want a food parcel. Said either food parcel or not. They were, most of the food parcel كل اغلب السلة الغذائية كانت تباع في السوق. لأن اللي هو صاحب الحاجة مش عايزها. عايز كاش. فده اسم. إن المتبرع يجي خد دي يا بلاش، ما ينفعش. طيب نمرة 6، الإثم هو عدم تعليم. ها اسمعوا دي، وكل واحد فيكم في مركزه، عدم تعليم وتوريث الخبرة ها للمؤسسات الأخرى. مش فقط لمؤسستك أنت،
وسيله اخرى. عدم تعليم وتوريث خبره مؤسسات صغيره، معناها ايه؟ كنت انا في جنوب افريقيا في نفس الرحله دي. او ان ساوث افريكا ذا سين از نوت تو ايديوكيت اند ترانسفير نوليدج تو ذا اذر اورجانيزيشن. Especially the small ones. I was in South Africa during this journey, coming from Johannesburg, from Cape Town to Istanbul, Istanbul to Gaziantep. Same flight. And I'm not same journey. وانا في جنوب افريقيا حضرت مؤتمر من اكبر مؤسسة انسانية في جنوب افريقيا. I attended a conference organized by the largest humanitarian South African organization. أنا ومدير مكتب الإغاثة الإسلامية حضرنا. I went there with the CEO of Islamic Relief in South Africa. اللي هو يعني المدير. لما بصينا لطريقة المؤتمر اللي هو على مدة يومين وكمية الأموال التي صرفت، بصينا لبعض كده وقلنا لبعض هذا ما كنا نعمله من 20 سنة. And we looked at one another. How the conference had been organized, we said this is what we have been doing 20 years ago. The CEO, اللي هو المدير, قال لي نعم يلا نمشي. قلت له لا, لابد ان نعلم. Says, no, let us admit ان احنا المخطئين, ما علمناش هذه المؤسسه كيف تتقدم للامام. قلت له لا, احنا غلطانين. ومعلمناش المؤسسة دي. We are the sinners because we did not take this organization by the hand and put it on the international level. لأن المؤسسة المحلية دي أكبر مؤسسة عايشة في عالمها هو جنوب أفريقيا مش العالم كله. Because the world of this organization is South Africa, not as our world is the whole globe. واضح؟ يبقى مين الآثم؟ الكبير, المتعلم, البروفيسور. كلما ازداد العلم, the more you have knowledge, the more you be responsible. هل يستوي الذين يعلمون؟ ها؟ مين اللي هيتحاسب اكتر؟ اللي يعلمون. ليه هو انت؟ The more knowledge you have, the more responsibility you have. The more question you be asked by Allah the day of judgment. Why didn't you? The ism. And this is the sin. الاسم السابع, عدم الاهتمام بالتوثيق. اي خدت بالك من التمثيليه دي؟ اصل انا وعمر الشريف كنا اصحاب. مات الله يرحمه يعني. عدم الاهتمام بالتوثيق والتدوين, والكلمه اللي جايه دي بتعور بقى زي كانك بقى بوم قنبله. وكتابة التاريخ. Not being interested to document what we do. And most importantly, writing the history of the organization. Writing the history of the organization. You have to write this history. علينا كتابة التاريخ للأجيال. ليس للاستعظام. To leave it for the generation to come. Not to make me feel that I'm a big man or I'm an important woman. هذا إثم في منتهى خطورة. This is a very, very dangerous sin. Why? Because the history will be written by others. لأن التاريخ سيكتب بأيدي آخرين وبثقافة آخرين وبفكر آخرين وبفلسفة آخرين وقيم آخرين وإيمانيات آخرين. Because the history will be written by the culture and the knowledge and the philosophy and the values and the morality of others. So our younger generation, مستقبل أجيالنا هيكون في إيدهم بناء على ما قرأوا من التاريخ. The future of our young generation will be in their hands, depending on what has been written actually by others in the history. التاريخ الإسلامي حروب فقط. The Islamic history talks mainly about war. لم يكتبه الكتبة عن بناء الحضارة الإنسانية في العراق
او في الدوله العباسيه او في الدوله الامويه او في الدوله العثمانيه او في الدوله لا. It's our history been written by the people who talk about war, battles, death. But nobody wrote about the exact with the same amount about the history of building civilization. Whether it's the Umayyad or the Abbasi or the Ottomani or actually the Ottoman or the Andalus. الأندلسية شاب كان عنده أقل من 25 سنة. The Andalusian civilization started by a young man. His age was less than 25 years. عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل. And stayed, استمرت لقرون تعلم العالم كله. Lasted for hundreds of years to educate and give guidance to humanity. To humanity. By the young people that we ignore of not them and don't bring them to our organization. مش الشباب اللي هم احنا اهملناهم وجعلناهم لا ياتون مؤسستنا. احنا فين دلوقتي؟ 8. عدم الاهتمام بالدراسات والبحوث. هنا بقى لما الواحد بيموت النسوان بيعملوا ايه؟ يلا انا وانت نصوت. ها؟ قال لي كده احنا قلنا انت يعني العربي متعاليه فيه جدا. ها؟ معقوله؟ ننظر لحجم ميزانيه البحث والدراسه في اي مؤسسه عربيه او اسلاميه. Let us look at the budget or the percentage of the budget of research studies in our organizations. This is another sin that actually I am doing or we are doing. الإثم في عملنا هو عدم تطبيق المعايير الإنسانية that actually we are not applying the humanitarian principles اللي هي الحيادية والشفافية وعدم الانحياز والمرجعية وكل ها والمساواة كل هذا والعالمية ها والرفق كل هذه الأشياء ده اسم. أنا بشتغل في مؤسسة بتعمل في مجال كله معايير إنسانية وأنا مش عارفها إزاي. I'm working in a humanitarian organization in a field or an ocean have principles called the humanitarian principles and I don't know the principles. This is a sin. وهذه كانت أو أحد الخمس مخرجات من 12-14 المؤتمر احنا عملناه في 2005. This was one of the outcome or the output of 14 workshops that we did in 14 countries in 2005. اللي هو المعايير الإنسانية، معرفة المعايير الإنسانية. Knowing the humanitarian principles and implementing it وتطبيقها. تطبيق مش بس معرفه، تطبيق المعايير الانسانيه. على حد يجي بقى انا اصل دواعي او الانتحار موجوده كثيره. عدم اتباع معايير الشفافيه والمحاسبيه. Not following the principles of transparency and accountability. كنا مره في جلسه كده فاحد من اعضاء مجلس الامناء في جمعيه معينه بيقول انا بحاسبكم. One of the trustee, member of the board of trustees said, you are accountable to me. Okay, fine. One of the brothers was very clever. احد الشباب كان يعني مخمخ كده الظاهر كان واكل قاط ولا حاجه زي كده ولا شرب له كوبايتين عرقي. طب وانت بقى مين اللي هيحاسبك؟ Who is going to whom you be accountable to؟ الامين قال له ربنا هو اللي هيحاسبني. فالشاب قال طب ما برضك انا ربنا هيحاسبني معايا؟ اذا كان اللي هيحاسبك ربنا طب ما انا هيحاسبني ربنا. طب انت هتحاسبني ليه؟ He told him God will be accountable to God. The man who asked him the question said, yeah, I'm also accountable to God. So why you to make me accountable to you?
فاني، وكأن الأمناء بيقولوا إحنا فوق المحاسبة، نحن الحساب، نحن الحساب، as if the trustee is saying that we are above accountability because we are the source of accountability. يوتوا بقى يا شباب. طيب 11، عدم التواصل والتشبيك وبناء الشراكات، عدم التواصل والتشبيك وبناء الشراكات. ازاي انا ما اتصلش بالجمعيه دي والجمعيه دي والجمعيه دي؟ هو الفلوس دي فلوس مين؟ ده حتى في العمل التجاري والعمل الاقتصادي الشركات التجاريه بتتواصل عشان ما تخسرش، تتواصل عشان تشوف السوق شكله ايه، تتواصل عشان تشوف المنتج بتاعها ده هيتباع ولا مش هيتباع، اللي بيبيعوا بيشتروا بالربح والخساره. فاحنا اللي بنتعامل مع اموال الفقير والارمله والمسكين ما بنتواصلش ليه؟ والمال مش مالنا. عدم التواصل والتشبيك وبناء الشراكات اثم. The lack of networking, communication, bridge building and building partnership is a sin. The commercial organization are working together to decrease loss and increase profitability. And we are dealing with the money of whom? الفقراء والمساكين. ده اسم تاني. الاسم هو وجود الشلالية. يعني ايه وجود الشلالية؟ يعني انت من الحارة بتاعتي تيجي وانت من حارتك تجيبوها على التانية والتالتة والرابعة وخمسة، تبقى دي شلة. اه دي بنت خالتي تبقى جايبة بنت عمتي، بنت عمتي جت ايه؟ بنت عمي، وهكذا. ده كل ده كل ده كل ده سيدنا عمر رضي الله عنه منع ابنه من الاتجار، صح؟ منع ابنه عبد الله من الاتجار، لان الناس هيحابوك. معايا؟ سيدنا عمر بن الخطاب. He prevented his son from doing business in the market. He said that people will say that you are the son of the خليفه. قال بس انا ابي، قال له ما فيش حاجه اسمها ابي. ما ينفعش. روح بيع حاجتك وخد السعر السوق بتاعها. Go and sell what you have and take the market price. بالشلة اه. يا سيدي خلاص حط له محسوبية. خلاص يعني؟ أنا آسف. أنا آسف. أنا أذنبت دلوقتي خلاص؟ مش كده؟ وكده أنا أصبحت آثم. شكرا. آثم وآثم يبقى آثمين. هنوصل لمستوى الشركة إمتى؟ إن شاء الله. هيعمل لي مشرك بعد كده. إن شاء الله. أنا ما أنا معاه. هو ده يقول إن شاء الله. أه أنت بتقول إن شاء الله هبقى مشرك؟ من الشركات يعني. لا شركة الشركة ما قلتش الشركات. طيب. حط جنبها بين قوسين المحسوبية. الاسم هو الاعتماد على مصدر واحد من التمويل. اسمعوا دي بقى يا اخ احسان. الاسم هو ان تعتمد على مصدر واحد للتمويل. لابد ان من اليوم الاول تنظر كيف تتعدد مصادر تمويلك. يعني اللي نجح الاسلاميك ريليف بعد فضل الله سبحانه وتعالى انها انشات مكاتبها في اقوى دول في العالم في اوروبا. واصبح مصادر التمويل متعدده، اللي بتجمع 100 وبتجمع 50 مليون وبتجمع 40 مليون وهكذا. واصبحت هي في دول عندها قانون، مش في دول ما عندهاش قانون. لو انشات في مكان معين كان زمانها ايه؟ اغلقت. So الاسم here sin is you depend on only one source of funding. إذا صار عندك ماجورتي بس يعني شويه واضح لنا كيفيه هذه يعني الصله بين المكتب والمكتب الرئيسي لاسلام كريم، يعني كيف؟ اه هقول لك حاجه، دي محاضره ثانيه دي. حاضر حاضر. فاسلام كليف
Actually, Allah blessed her by opening his offices in many rich countries. So the source of funding was different from the very beginning. العلاقة ما بين المكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية في نوع من المكاتب. مكاتب فرعية ميدانية ومكاتب بتجمع مال تعتبر كشركاء. يعني علاقة المكتب الرئيسي في الأغاثة الإسلامية والمكاتب اللي هي الميدانية اللي هي علاقة تنفيذ. بيعطيهم المرتبات ويوظفهم ويصرفوا ويعملوا المشاريع بتاعته. فكأنها فرع من فروعه لكن عندها استقلالية التسجيل المحلي. المكاتب اللي في أوروبا وأمريكا علاقة شراكة. يعني أنا وأنت شركاء أخذ من مشاريعك اللي أنت تديهولي لكن أنت مش مسؤول عني كإدارة. أنا عندي إدارة محلية تكون هي مسؤولة عني. خدت بالك؟ يعني أنا دلوقتي أمريكا. أمريكا بتستفيد بالاسم وتستفيد بالعمل الميداني. طيب النقطة اللي بعد كده؟ المجموعة اللي بعد كده؟ 14 هو عدم وجود آليات للمحاسبة في داخل المؤسسة. يعني أنا لما اكون مدير ما حدش يحاسبني بس انا وانا مدير احاسب هي انها اقل مني. كلمه المحاسبه الان دائما للتوبيخ يعني هل هناك محاسبه لتشجيع عباره المحاسبه؟ ليه؟ طبعا. ما المحاسبه يعني المحاسبه يعني. المحاسبه معناها ايه؟ ثقيله على المعامله دائما المحاسبه تاتي للحساب لا 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 ليس للثواب لا 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 تقييم او محاسبه معناها ايه؟ معناها انا فوق القانون لاني ابن فلان او صاحب فلان او كذا في كل جمعيه كتير بتعمل كده لكن لو انت بتبصها بطريقه ايجابيه انا هعطيك اكتر لما وسائل المحاسبه تقول انك انجزت اكتر من التانيين وما ينفعش اقيم من غير محاسبه. You see, if there is no accountability standard and some people think that they are above the law, this is ithm. This is sin. هل بالإمكان نضيف نقطة أخرى يعني الإثم هو عدم وجود مبدأ الثواب والعقاب؟ لا تحكيم إيجابي أو التحفيز أكتبها بندور دماغ بعد كده. طيب عدم التجديد والابتكار واخد بالك والابداع والتطوير ده اسم اعمل الشيء اللي انا بعمله بقالي 40 سنه حرام المجتمع اتغير المناخ اتغير الثقافه اتغيرت المشاكل اتغيرت the sin is not to be innovative pioneer and renewing the new ideology or the new philosophy or the new projects. احنا قلنا دول خلاص عدم وجود تتابع قيادي يعني ايه عدم وجود تتابع قيادي يعني ايه عدم وجود تتابع قيادي دي تعتبر بردك اسم من الاسام يعني وانا مدير لابد اخد معايا مجموعه من الشباب ادربهم واعلمهم واهلهم عشان ياخدوا مراكز عليا بعد كده توريث توريث من الاساسي قيادي sin is not developing succession planning for the people to come after you, particularly the young people, training them, empowering them, and making them leaders. 17 الاسم هو عدم التعلم من الاخطاء الشخصيه او اخطاء الاخرين. That we do, ما تعلمناش من اخطائنا. يعني مثلا مؤسسات كثيره بتعالج الاخطاء بالفلوس لما يكون عندها امكانيات كثيره جدا. لكن ما بتعالجهاش بالاعمال. Sin is not learning from our mistakes or the mistakes of others. لابد نعرف انا عايز اشتغل في منطقه صراعات مسلحه. دون درايه. لكن في ناس اشتغلوا هناك وحصل فيهم مشاكل. كنت انا ما اعرفش وحصل لي مشكله يبقى انا اسف. I want to work in a conflict zone. Area
and somebody else was working there and they did some mistakes. If I don't know their mistakes, this will be a sin done by myself. All my own sins. Don't learn from my own mistakes. الاسم هو عدم وجود متلازمة المؤسس. هو وجود متلازمة المؤسس معناها ايه؟ معناها ان المؤسس ده قريب انه يكون نبي. لا يخطئ ولا يغير ولا يموت ويقدس. اديك احنا شغالين مع بعض، انت فسيخة وانا سردينة. سردينة قد كده. بس الفسيخة بسم الله ما شاء الله. انت هتبلعيني بعد كده. بس ريحتك بسم الله ما شاء الله. وانا ريحتي اعوذ بالله. يعني متلازمة المؤسس ده فاوندر سندروم. The founder is اللي هو المؤسس ده كاد ان يكون نبيا. او الملكيه. بغض النظر ما هو الفاوندر هو اكثر حاجه صعبه اي مؤسسه. كيف نستغني عن المؤسس؟ How to get rid of the founder. في العالم العربي الفاوندر ده بيقعد طول العمر. خلاص؟ ده اسم. الاسم هو عدم وجود تعددية ثقافية وفكرية داخل المؤسسة. الاسم هو عدم وجود تعددية ثقافية، يعني احنا فقط كذا، من لون كذا، من شعر كذا، إلى آخره. أنت بتشتغل مع مؤسسة مجتمع على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. المجتمع ما هوش لون واحد، وثقافة واحدة، وتاريخ واحد، وعرق واحد. You become sinners if we do not have multiplicity of culture inside the organization. لو نغير هذا الكلام يعني حتى يكون مفهوم اكثر متلازمه المؤسس متلازمه المؤسس وغير نستعمله يعني اورجنايز يعني قول لي كلمه عشان احطها فكر في كلمه واديها للاخ عشان نحطها خلاص؟ النقطه 19 بعد سياسه قبل ليس من نجاح المؤسسه وحسسها للاعضاء ايه ليس من نجاح المؤسسه اي مؤسسه هي وحده فكر لاعضائها ما هو اعضائها مين؟ ما لا شوف انت اصلا بتشتغل مع مجتمع متعدد الثقافات اقول لك ازاي؟ انا هقول لك حاجه انا هقول لك حاجه انت دلوقتي بتتعامل مع مين تتعامل مع مسلمين فقط بتتعامل مع مسلمين غير مسلمين دي نمره واحد او بتتعامل مع مسلم بتتعامل مع مذهب واحد ولا مع كذا مذهب اذا بتتعامل مع المسلم بتتعامل مع تاريخ لمجموعه معينه ولا تاريخ عام لكل المسلمين يعني انت مش مؤسسه واخد بال حضرتك ما انتش جماعه اسلاميه ما انتش جماعه ولا حزب انت نازل في الشارع بتعامل مع الشارع ده مثلا في ايه؟ يعني هذه خاصه بالمنظمات الانسانيه العمل الانساني عمل انساني ايوه ما قلت في العمل الانساني لكن حتى في العمل السياسي حتى في العمل الانساني حتى في العمل السياسي والعمل الاقتصادي لو انت استثنيت حد مش هتكمل مش هيتوضوا لك في الانتخابات يوحدهم هو الرؤيه والرساله والهدف انت تضع الاهداف والرؤى اللي تجمع الجميع لتجمع الجميع وتعتز بقيمك واخلاقياتك حط قيمك واخلاقياتك في المؤسسه بس اجعل من ينفذونها لك دول ودول ودول هم اتفقوا معاك على الرؤيه وعلى القيم والاخلاق بتاعتك انت خلاص يعني the multiplicity of culture values حتى مسلمين وغير مسلمين احنا عندنا we have Muslim Christian inside them ده مسلم could be سني could be شيعي could be سلفي could be whatever it is we have هندوسي we have بوذي ده في الاغاثه الاسلاميه اللي اسمها ايه؟ في بوذيين شغالين في المكتب الرئيسي مش في ميانمار او حاجه زي كده او في الصين في المكتب الرئيسي بس انت تخليهم يؤمنوا بقيمك هم ينفذوها لك لان القيمه ما هياش نص ديني القيمه نص مجتمعي because the value is not a religious context is not a religious text
It is a value-based, a community value-based text. وده الخطأ اللي احنا نقع فيه. And this is the danger and the mistake that we fall into it. حط آيات قرآنية ونفسرها غلط. We put verses from the Quran and we translate it or we explain it wrongly. علينا نحن we have to change the text into community values. يعني ربنا اتكلم في القرآن عن العدالة عن المساواة صح؟ في آيات قرآنية ممكن أطبق العدالة والمساواة بقيم أخلاقية. لازم أحط النص القرآني في بعض الناس يقول لك لا يا نص قرآني يا بلاش. طب أنا عايز الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن يعني أتكلم على الأخلاق صح؟ والمعاملات المعاملات في الدين يمكن 80% 90% من أصل الدين والعبادات يمكن 10 ل 20%. All these kind of values can accommodate everybody. أديك مثلا أنا صلي على النبي زيد النبي صلى. إحنا قلنا في الماضي في المؤسسة اللي هيشتغل 5 سنين ويكون إنسان محترم ومبدع هنديه تذكرة عمرة صح؟ صح؟ Whoever work for 5 years and leaving the organization we give him a ticket for عمرة. لأن العمرة مش 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 غالية زي الحج. والحج فرض المفروض هو اللي يدفعها. When you leave after 5 years in a good will we'll give you a ticket for عمرة. واحد نسأل طب والمسيحيين؟ How about the Christian؟ قلنا له بالظبط قلنا لهم بالظبط نديله تذكرة يروح يزور القدس يزور كنيسة القيامة بتاعته. Give a ticket, same ticket to go there. If they claim it, they can go there. خلاص؟ أنت في مجتمع. You are in a society, in a community. زي أنت ما يكون عندك 4 أو 5 أبناء. That's exactly as you have 5 or 6 children. You have to treat them fairly, but you love the most pious and most noble. لكن بتحب أكتر ابنك اللي هو الأكثر أخلاقاً. أكثر قيمة. لكن ما تحرمش الابن الثاني من ايه؟ من التعامل بمساواة معه. انت في مجتمع. هنا بقى عشان انت فرحانين انت بالنقطة انا من 20 دي. بتاعتكم. بنقولها. احنا بنقولها بنطبخها. ملوخية هي مش ولا محشي. هو عدم وجود شباب ونساء داخل المؤسسة. أنا بسميها مؤسسة عرجاء عمياء أو عوراء. Not involving young people and women in the organization. I call it either one-eyed or a limping organization. خلاص؟ اقلب عشان ما نزعلهمش. فرحتوا؟ احنا فرحتوا؟ رجل الحمار. هي ماسكة رجل الحمار في إيديها. She is holding the donkey's leg in her hand. طيب الاسم هو عدم وجود احتياط استراتيجي احتياطي yeah. وعدم وجود اوقاف واستثمار زي ما اتكلمنا قبل كده يعني ما يبقاش بعد 20 سنه ما نعرفش ايه كلمه احتياط استراتيجي ما نعرفش ايه كلمه اوقاف واستثمارات ده اسم طب كنت بتعمل ايه في ال 20 سنه اللي فاتت؟ It is not to have a strategic funding not to have وقف not to have investment plans after 20 or 30 years بعد 20-30 سنة. ده اسم ايضا. انا اتكلم تاني هو عدم وجود ميزانيات للتدريب والتأهيل زي ما قلنا عدم وجود ميزانيات للدراسات بردك تدريب. كم نسبة الميزانية بتاعت التدريب في كل مؤسسة؟ How much is the budget of training and capacity building of the staff of the organization? ده اسم. الاسم وعدم وجود سفراء ومستشارين مؤسسه، يعني ايه سفراء؟ حد يتكلم عني، حد يدافع عني، حد يحبني، حد استشيره مستشار. يكون علاقتك بالمجتمع من الخارج تدعو الناس للدفاع عنك ولتمثيلك وانهم يدوك الاستشارات والنصائح.
Sin is not to have ambassadors to represent you from the community or to have expert people to give you advice from the community. 24 هو اهمال الاجيال الاولى المبدعين، بالرغم انك كلمت عن المؤسس لكن برضك انا برجع ارجع مره ثانيه ايه اكون برضك منصف لهم. اهمال الاجيال الاولى المبدعين يعني ايه؟ انت عندك الجيل الاول بذل جهد خرافي وضحى تضحيات لا 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 يراها احد، لذلك انشئت المؤسسه. انا مش بقول لهم يخلدوا كانبياء لكن بقول لهم يحترموا كمؤسسين في مجالس، في تعليم الثقافة للشباب، مجتمعات، في توقيرهم، في دعوتهم، كل هذه الأشياء يبقى في احترام لناس قعدوا 20-30 سنة وتعرفهم للجيل الجديد. ما يبقاش الحاج فلان والحاجة فلانية اللي هم كانوا ظهرة المؤسسة من 30 سنة مرميين ما حدش بيدعوهم. أقل احتراما لهم. يجي يسلم على الناس، يقعد في عشاء خيري، كلمه يقولها كذا. اسم is to ignore the founding groups and sideline them and not to mention them anymore, not to introduce them to the younger generation and not to show them in public meeting. بعد كده مش كنا 24 مره فاتت؟ طبعا 25. عدم الاعتماد على التكنولوجيا. You don't عدم الاعتماد التكنولوجيا فقط. هو كان هي كده؟ هو الاعتماد على التكنولوجيا فقط. سوري، الاعتماد على التكنولوجيا فقط. معناها ايه؟ معناها الاعتماد على التكنولوجيا فقط، معناها انك يعني مساق بالتكنولوجيا. طب والبشر؟ البشر فين؟ فلا بد يكون في تكنولوجيا من جهه، في بشر متطوعين من جهه اخرى. تكنولوجيا there's something we invest in but at the same time we have to invest in human resources because technology alone is good but not good enough. People alone is good but not good enough. Have to be both of them. يعني لابد يكون تكنولوجيا من جهه والبشر من جهه ثانيه، نستثمر في الاثنين. يعني انا سئلت سؤال، لو حبيت تنشئ مؤسسة أخرى الآن كيف؟ قلت لهم أعملها بنفس الطريقة بس بتكنولوجيا العصر. بنفس الطريقة يعني اللي هم التطوع والحركة والروح وكذا وكذا، لكن استعمل التكنولوجيا المتاحة. زمان كنا بنمشي على رجلينا، ما كانش في تليفونات، لما كان عربية باصات الأتوبيسات. دلوقتي لا، في تليفونات وفي إنترنت وفي كذا. طب انا ليه ما استفدش باسراع اللي انا عملته في 10 سنين اعمله في سنه؟ لكن هستعمل الاشخاص زائد هستعمل التكنولوجيا. I was asked this question by some people, if you want to start again, how to do it? I said, I do the same but using the new technology. Because the principles and the values are the same. اللي هو المعايير والاساسيات والقيم هي نفسها. لكن التكنولوجيا اختلفت. زمان in the good old days there was no telephone or walking no cars nothing. Now everything is available. أن نتنازل عن القيم، عن القيم والأخلاق من أجل مجمع المال. الاسم هو أن نتنازل عن القيم والأخلاق من أجل جمع المال. معلش فوت، معلش ما تعينهاش، دي لابسة حجاب، معلش ما تعينوش. طب ما هو انسان كويس بس عنده لحيه كده ومقرف يعني، واللحيه هتخاف الناس مننا. معلش كريم، معلش معلش معلش، هتلاقي تنسلخ من القيم بتاعتك علشان المال. Sin is to keep giving in your values for fundraising. Don't employ these three women because they are wearing hijab or anybody with a beard or anybody like this because this might affect the donor. ها؟ الاسم انت ما هو لما كنت في 26 قبل كده انت الله. طب خلاص
خلاص خلاص يا سيدي. وفي سوريا. القيم الأخلاقية. في القيم الأخلاقية. أنا قلت 27 يبقى 26 هو تحويل العمل الإنساني لعمل تجاري. صحيح احنا عايزين العمل الإنساني يبقى عمل مؤسسي ليه هيكلية. لكن مش ربح وخسارة، لأن ربحك في المجتمع. أديكم مثل. صلوا على النبي. We don't change the humanitarian and social work into commercial work. The example is ما بدأنا شركة تك في التسعينات جت سنة من السنين ما عملش ربح. When was the tech organization? One year did not make profit. واحد من الشباب جالي وقال لي هنقفلها بقى ما بتجيبش فلوس يعني يا دوبك الجاي على قد المصروف. Just break even. قعدنا نفكر مع بعض خرجنا بحاجه. طيب عدد الموظفين اللي انت موظفهم دول مش ده ربح؟ لان انت مؤسسه اجتماعيه مش مؤسسه ربحيه. يعني ايه؟ يعني انت موظف 50 موظف يعني 50 عائله يعني 200 طفل يعني كذا 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 وانا ابويا رايح الشغل كل يوم ده ربح. ده ربح مجتمعي. ورفضنا ان نقفل شركتك. بعد كده اصبحت تعمل ارباح. At that time Tech as a company was breaking even. Break even. And I was told that we need to close it down because there is no profit. We looked at the social capital of employing 50 people that this is the investment return. 50 families mean that 50 families, 50 people that mean 50 families, 200-300 people, 500 people. This is the social capital. It's your profit. Because you are not a commercial organization. 28 عدم معايشة معاناة الناس. يعني مثلا الناس عندها مصيبة حصل المكان ده وكنا احنا موجودين في الزلزال بتاع باكستان during Pakistan earthquake. What year was it? 2005. مدير المكتب ما خرجش من بيته لمدة اسبوعين ثلاثة. خلاص؟ وكنت انا معترض على تعيينه. I was against his employment, not only myself and two, three people in the organization. وعدد الموظفين اللي اهاليهم ماتوا كانوا كتير. The number of dead people from the employees, staff, the staff was quite a few. انا وصلت باكستان علشان اعمل ورشه عمل للهيومانيتيريان فورم للمنتدى الانساني. وصلت هناك عشان اعمل دي. خرج المدير وجه معايا. The manager or the CEO or the country director came out and sat down with me in the car. البنطلون مكوي على الحريره. The trousers were actually iron on حريره. مكوة الرجل. يعني شوفوا الكسر كده. ان هو بيدينا التعليمات السرعه 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو خلاص. اول انت تجيب مثلا اقول لي اونلي ذا سبيد اوف ذا كار دونت. لما وصلنا باغ يو نو ويز باغ من كشمير انا وهو انا اول مره وهو اول مره. جه موظف من الموظفين وبالاردو بهدل اللي خلفوه واللي ما خلفوش بهدله. قال له انا مات مني 19 واحد ما رفعت سماعه التليفون وقلت لي انت ايه عندك ايه في عيلتك جاي بس عشان هاني البنا جه معاك بالاردو وانا مش فاهم حاجه طبعا. Maybe 5-10 minutes in Urdu, one of the local staff in Baghdad, يعني roasted. The country director told him, I lost 19 members of my family, and you never bothered to give me condolences on even to come from your house or your flat in Islamabad to come to Baghdad, Baghdad in Kashmir. He was grilling the country director in whom he was ironing his trouser on al-harira. I don't know al-harira, but خلاص. يعني انت مش متعايش مع مشكله الناس. You are not aware or don't consider the suffering of your own staff.
How about the people? مش متعايش مع مشكلة الموظفين عندك؟ فما بالك تعايشك مع الموظفين اللي هم عامة الناس كمان. إيه؟ ده اسم. يعني هو بعيد غربي ومغاربي. ما خرجش من شقته لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إلى أن وصلت أنا. فخرج معايا. فالموظفين ذبحوه. عدم الانفتاح على المجتمعات اللي انا فيها. انا بشتغل في منطقه معينه او معزل نفسي عن المجتمع. I been secluding myself and my organization from the society. Not interacting with them. اوكي؟ انت يا ابني ما كل شويه بتاع. عدم التفاؤل. عدم التفاؤل جريمه. تؤدي الى الكفر فيما بعد. لابد نكون متفائلين لان حجم المشاكل اللي هتواجهنا لن نستطيع حل مشكله واحده فيها. We have to be optimistic because the amount of problem that we'll face will be plenty and we will not be able to sort one problem by ourselves. But have to be optimistic. Keep trying, keep trying, trying. نحاول ونحاول ونحاول مهما فشلنا نحاول عشان ننجح مرة ثانية. الإحباط. الإحباط. صح إحباط. تكون محبط يا ريت بس أنت تكون محبط لكن بتحبطني معاك. هو يعني أنا أنصح نفسي. أيوه. وأنصح الجميع. أنه لا يوظف موظف واحد محبط ينشر طاقة سلبية. صح. والله أنا كان عندي أفضل موظف. He's talking about refusing to employ anybody to spread negative energy. أنت كانت أفضل موظفة بسبب هذا. One of the best employees was a woman who was spreading negative energy. She was the best. يومية تنشر طاقة سلبية بين الموظفين. Every day on a daily basis. Thank you. إهدار الوقت والجهد. أروح الصبحية، في إفطار، في غدا، في هتبات الجريدة اللي معاك يلا، ها؟ إدي الجريدة، نقعد نقرا الجريدة، زي الأفلام المصرية القديمة. ها؟ عندكم حاجة تانية يا سيدي ما شاء الله العظيم. فيسبوك موظفين وقت كله على الإنترنت. والله. This is a sin to waste time and effort. اتابع الاكونت مالتهم اشوفه اللي يعلق بوقت الدوام. شفته؟ والله اخي الله شغال مع الامن ده شغال مع الوركينج وذ سكيورتي اند انتليجنس وقت الدوام اشوفه كل شيء يعلق الفيسبوك. He's talking about the interaction on Facebook during the working time. هو كشفك خلاص. ما انت برضك على الفيسبوك. هو كشف الموظف يعني في متابع للفيسبوك واحنا كشفناه وهو صار يعني رجل الامن يعني. He discovered his mistakes as well. اللي يتاخر بالعمل نبدا نتابعه، ليش يتاخر؟ ايوه. بين شغل الفيسبوك الانستغرام البنات الانستغرام والولد الفيسبوك. الله اكبر الله اكبر. girls use انستغرام boys use فيسبوك. طيب نمرة 32 عدم بذل الجهد وعدم وجود الاثار. دي جزء من شخصيه العامل المجتمعي اللي هو بذل الجهد والاثار والتضحيه. You have to exhort spend a lot of effort. You have to show altruism and you show the preference of the community to yourself. اللي هو الإثار. دي من شخصيات اللي هو العاملين. هو استغلال الضعفاء ومتاجر بالفقراء. يعني ايه استغلال الضعفاء ومتاجر بالفقراء؟ صور الصور معاهم عشان احكي حدوته عنهم. ياي بص البنت دي ايه شكلها حلو لكن فقيره يا عيني. الواد ده شوف رجليه مقطوعه. الست دي عندها 7 عيال كأني انا بتاجر بيهم مش حاسس بمشاعرهم. بتفرج على الصورة مش جزء من الصورة. I use their images and photographs as a selling tools to feel pity so they can actually
give me money. Not to feel the pity for them and to be with them to empower them and help them. نفين؟ عدم المخاطرة. Not taking risk. Not taking risk. You'll be dormant. ومن يتهيب صعود الجبال يعد أبا يعش أبد الدهر بين الحفر. هكمله مين حد يكمل بس كده خلاص ده الأول دي. ومن يتهيب صعود الجبال. The people are afraid to climb the mountain, they will always live in the holes at the bottom of the mountain with rats and mice. ده الريسك تيكينج. الله اكبر. النقطه دي خلافيه 35. عدم الحرص والتوكل. طب ما هتقول لما متوكل على الله. لا، تتوكل على الله بالدرايه والدراسه والعمل، مش تتواكل على الله. لا لا ما تعملش ما تعملش. ربنا هينجينا. هينجيك ازاي؟ لما ترمي نفسك في البحر وانت ما بتعرفش تعوم. انهي فيها؟ عدم الحرص والتوكل على الله. عايز تحط فاصله ولا ايه؟ وانما فقط على الاثنين. وانما فقط التوكل مثلا. خلاص وانما فقط. وعدم التوكل على الله. لا لا لا. تمام. وانما فقط. وانما فقط. العجم راح تجي على الكل. حاضر يا سيبوي. بس سيبوي كان على السيارة، كان من عجم. دي الفايدة بتاعته هو. اوكي. وانما فقط التوكل على الله. ايوه صح. التوكل شيل الالف. توكل. شيل الالف. اللي بعدها الاكل هو حضر الغداء ولا لسه؟ الاكل وصل ولا لسه؟ الاكل وصل. طيب خلاص يبقى. طيب الاثم هو الا ندعو الله الينا. يعني ايه ندعو الله الينا؟ انت ما هتقول لي طب ما ربنا معانا في كل حته. اخش هنا اخش هنا اخش هنا. ما معانا. ايوه معاك، لان هو اللي داعي نفسه، مش معاك لان انت اللي داعيه. طيب يصير نطلب من المستفيد يدعونا؟ ممكن. يصير. طبعا. ما تعتبر مني. لا انا هقول لك احد الشباب، ودي قصه حقيقيه. توك اباوت اكشلي الله يدعو لنا اون هيز اون انفيتيشن، بس وي نيد تو انفايت هيم كم تو اس. He's asking me about can we ask the poor people to make dua for us. I said yes. The example is. خلاص من عارف. أنا عارف عارف. عارف يا عم عارف. The poor people who are benefiting from the organization have to give you dua. المثل الحي اللي احنا مازال عايش بيننا الآن. One of the greatest example is still a living example at the moment. احد الشباب الاريتريين اصيب بسرطان في الحنجره، وكان على على ايه مشارف الموت. One of the young Eritrean people affected by cancer in the larynx and he was dying. الدكتور دخل لامه لزوجته وبنته قال لها خلاص ميت كم اسبوع خلاص مش هعالجه. الام خلاص استسلمت، الزوجه استسلمت، لكن البنت رفضت. He went to tell the daughter and the wife, your father and your husband is dying. The wife and he is living, still living. The wife was crying, the daughter was refusing that her father is dying. في هذا اليوم احد الشباب اتصل بالمخيم في جرجور، ام جرجور اللي في شرق السودان. الحقوا سلطان بيموت. الحقوا سلطان بيموت. المخيم كله قعد يدعو لسلطان بالشفاء من الظهر الى صلاه المغرب.
Some will call the camp in East Sudan, said, please make prayer to Sultan, he is dying. The whole camp stood to pray individually and collectively for Sultan from Zuhr to Maghrib. Sultan is still alive after 11 years. Sultan mazal hayy, ما تيجي برمجام عرفك عليه. Sultan mazal hayy بعد 11 سنة. لأن إذا التقى الدعاء مع القدر ها يغير الدعاء القدر. فسلطان مازال حي من ايوه خليه مدعو لك ما فيهاش نفاق. Let them to pray for you, it's not نفاق, it's not hypocrisy. احنا عايزين دعائهم, we need their دعاء. هقول لك حاجه, صلي على النبي. الناس اللي عندها 70 و80 سنه وبتسافر المناطق دي كلها وبتركب الصعاب, سافروا ازاي؟ بدعاء دول. لا للفقراء والبهائم, وايه تاني؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, لا للفقراء والبهائم ها؟ لا 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 ها؟ لا 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 هي لولا الفقراء والبهائم دول اللي بيمنعوا البلاء. الفقراء والبهائم هم اللي بيمنعوا البلاء. الرضع وكذا وكذا, بس هو بيجيب نص الحديث. It's because of those poor people and because of the animals who are helpless and because of the young children, Allah will prevent the calamity to affect the society. احنا ليه بنعلق على هاي النقطة؟ ايوه يعني طبعا هي الجمل اتمنى الاستاذ غازي يعيد صياغتها لان هاي فيها مشاكل شرعية يعني, هاي حتى الاثم المؤلل الله علينا هاي الطريقة ايه يعني, بس قصدي بس اللغه العربيه شويه فيها مشاكل يعني. مو مشكله, مو مشكله, مو مشكله. لا لا انت ابو حسن, لا 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 هو عجبني برضك. لا 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 احنا هنبعتها لك وانت ظبطها وارجعها لنا خلاص. لا شفت اتفضل خلاص باللغه العربيه. ده هو ده, هو انت ما تعرفش عربي, هو يعرف. موضوع الدعاء, انا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء كما يعلمنا الصلاة. صح. الدعاء العفو كما يعلمنا القرآن. Professor Sam used to teach us how to make دعاء as he making make صلاة. لكن أنا حقيقة أتكلم بالتعامل مع المستفيد, مع اليتيم. We're talking about the orphans and the people who are benefiting. مع كانت في السابق إحنا. لما نتعامل مع الأيتام نقول لهم نرجو منكم الدعاء, نتمنى. We used to tell them please pray for us. ذكرت صار نقاش داخل المؤسسة. There was discussion about this. يعني انه نبدل هذا الكلام, ندعو لنا بظهر الغيب, لا تنسونا من الدعاء وكذا. بهاي الكلمات بالاخير, بالاخير المشروع يعني كنهاية المجلس زين, نتمنى من عندكم الدعاء. وليس لل كأنما مقابل الخدمة. لا 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 no 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 أنا دلوقتي هو حيترجم الكلام ده للفرنساوي. He's going to translate it into French. الدعاء للسلطان والدعاء للغير. أنا بقول لك ناس في الثمانينيات من عمرهم لم يطلبوا الدعاء والناس دعت لهم, وناس احتاجوا للدعاء وطلبوا من الناس دعاء ليهم. مفيش نفاق, مفيش نفاق, ليس مقابل النفاق اللي هو في القلب بالك. That's why we want everybody to pray for everybody else. Everyone to pray for everyone. And the Arabic language will be corrected by you and you. دكتور مثلا عندي صديقة تتبرع بعض المرات. يعني هي محتاجه للدعاء بس تقول يعني اتحفظ, هي تتحفظ تقول يعني انطيها للفقراء بس لا تطلبي منهم انه يدعوا لي. خلاص هي حره. يعني هي حره وانت حره. انا الصباح اليوم حصل لي حاجه عمليه. شاب من الشباب اصبح كان بيعمل في مؤسسه خيريه واصيب ببلاوي زرقاء, ودي فلوس عند المؤسسه غير ما اخدهاش. هو طريح الفراش وعنده اربع اطفال ما عندوش اي دخل. فبعت رسائل لرئيس المؤسسه كتيره,
اخر عليا. رأيت رسالة امس من احد الشباب يقول حالة الرجل لا تتحملها احد. جالي رد من الايه؟ مقدرا من رئيس المؤسسة. قال لي انا اسف كنت مسافر. ها وشفت رسالتك دلوقتي وانا منزعج ان الامر اللي قلت لهم يعملوه من شهر ما عملهوش. وده حق مستحقاته. انا دعيت له وانا ببكي. هو ما طلبش مني حاجة. انا دعيت له وانا ببكي. لدرجة ان انا طلعت ده حديث جديد. ربنا لما رحت زرت الشخص ده مش هيزفك 70,000 ملك. هيزفك 7,000 مليون ملك. انا جبتها منين دي؟ هتلقت من بقي. علشان الرجل حس بمسؤوليته. فلابد انت تقدره بكلمة حلوة. بدعاء حلو. وهكذا. Practical example today that one of our brothers was working for organization international and he became sick and he needs bone marrow transplant and he is nearly paralyzed at home with 4 children, no income, and his condition became miserable, and they sent message to the chairman long time ago and he opened the message today and he was furious that nothing have happened to give this man his money. I made dua for him, which made me to cry when I'm making dua for him. This is, I have to do that. Because I feel what he has done is regretting. يعني هو بيعتذر عن التأخر. بيعتذر عن التأخر. وفي نفس الوقت أنا مش قادر أعمل حاجة. At the same time I cannot do anything. Because the man is in Istanbul and the other man is in a different country. الحديث واضح. إذا إن عمل كيف نكافئه يا رسول الله؟ How to reward him؟ من عمل لنا معروفا فقال أنكم لا جزاكم الله خيرا. خيرا. يعني معنى الدعاء. دعاء. جزاك الله خير. تفضل آخر تعليق بس هنكمل. هو فقط يعني تعليق بسيط. كما شعرت أنا يعني. ويعني عندما تدعو تستقتنع في داخلك أنه هناك when you pray for somebody you pray it from your heart. هناك طاقة إيجابية سوف يحرك كل الخلايا الضعيفة الخلايا القوية inside you there be this kind of positive energy to awaken the weak cells إلى طاقة إيجابية and we give them the positive energy. تتحدى الضعف في المريض in the sick man. The dua will actually change the dormant cells, give them the positive energy, and give him the cure, inshallah. The prayer produce reverse positive energy. And moving forward. The hadith? Allah, Prophet said,